فاطمة زهرة من عفوا سعاد من مدينة أسفي اللي كانت باغا وصفة للزيادة في الوزن لأنها هي كتستعمل وصفة موضعية فوعدتيها أنك تعطيها وصفة للتناول. نعم فزيادة في الوزن غادي يكون هذه الوصفة هذه الأخوات كذلك اللي باغيين يزيدوا الوزن ديالهم. إذا شنو ناخذوا في هذه الوصفة هذه؟ غادي ناخذوا فيها الحبق مطحون، الحبة السوداء، ماشي الشانوج، الحبة السوداء ماشي الشانوج، ماشي الشانوج هو يسمى بحبة البركة، القرقع مطحون والعسل الحر. إذا نعاود بالمقادير، غادي ناخذوا معلقة صغيرة ديال الحبق مطحون، الحبة السوداء مطحونة، القرقع مطحون، وكنزيدوا عليهم 5 ديال المعالق كبار ديال العسل الحر. نخلطهم مزيان حتى كيتخلط الخليط، كيولي عندنا خليط متجانس. كناخذوا معلقة صغيرة ديال الخليط في الصباح واحد ساعتين بعد الأكل، وفي الغداء بعد ساعتين بعد الأكل، وكذلك في العشاء بعد ساعتين بعد الأكل، لأن بعد هذه المدة هذه هي المدة اللي كيمكننا نزيدوا فيها الوزن. خصنا نخرجوا على المدة ديال الوجبات وهكا كنكونوا كنزيدوا في الوزن ديالنا. إذا هذه الوصفة هذه كنستعملوها يوميا وكنداوموا عليها شحال ما بغينا، ماشي مشكل، ولكن على الأقل بعد واحد 4 شهور، وإن شاء الله في الشهرين الأولانية 3 شهور الأولى كتولي كتبان النتيجة إن شاء الله بإذن الله.